هذا المؤتمر يعتبر أنه مؤتمر دولي ويعتبر من أضخم وأكبر المؤتمرات ولديه قيمة علمية كبيرة جدا جدا. هذا المؤتمر يغطي عدة محاور، محاور جد قيمة، من بينها المحور الأول هندسة التحكم والأنظمة، الطاقات المتجددة، تشخيص الأعطال والتحكم المقاوم لها، الأنظمة واسعة النطاق، الخوارزميات غير التقليدية في هندسة التحكم، وكذلك أدخلنا وكذلك الإشارات والاتصالات، وكذلك التقنيات الدقيقة والنانوينية التي كمحور جديد لأول مرة أدمجناه في مواضيع هذا المؤتمر.